نبذة عن الشهيد معز. شهيد معز السيد محمد كامل. طالب في كلية تجارة جامعة الأزهر. أيوة. 20 سنة. يحفظ القرآن كاملا. استشهد يوم الجمعة 28 يناير في ميدان التحرير عند المتحف. بعد ما كان حصل أصيب في نفس اليوم عند طلعة حرب. والشباب اللي معانا قالوا على المستشفى الميداني وطلبوا منه ان هو يستريح بسبب الإصابة، لكن هو رفض ان هو يمشي وكمل معاهم المشوار لغاية ما اشتبكوا مع الأمن عند المتحف. وأصدقاء بيقولوا ان هم سمعوا الضابط اللي هو بيتكلم مع الضباط بيقولوا لهم اضربوا الولد ده، فشاوروا عليه فنزلت اتنين ضباط وضربوه 4 طلقات خرطوش في وجهه زي ما انت شايف كده في الصورة، 4 طلقات خرطوش وفي خلف الرأس وفي الظهر نفس الإصابات الشديدة دي. كم إصابة؟ 4 طلقات خرطوش. ايوه 4 طلقات خرطوش من مسافة متر فقط. يعني تم اطلاق النار عليه متعمدين قتله. ومش إصابة، لا هم متعمدين هم يقتلوه هو بالذات تحديدا. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبله وان يرحمه. ساكن فين اصلا؟ ساكن في شبرا الخيمة مساكن مبارك. شكرا.